الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول ربنا عز وجل في محكم تنزيله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ويقول عز من قائل: قل هذا سبيلي أدعو إلى صراط مستقيم. وربنا يقول في القرآن الكريم: وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي مشى بالطريق الذي أمر به رب العزة وهو مؤمن، يعني مع سلامة الاعتقاد، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أغلب الناس يا ابن العمر اليوم ضائعين، أغلبهم يقول: صرنا محتارين، نسمع لفلان ولا لعلان، نسمع من هذه الفئة أو من هذه الفئة، ويقولون نحن في ضياع. نقول لهم: من عرف الحق في الرجال تاه في متاهات الضلال. الذي يقول هذا شيخي ولا آخذ عن غيره، وكل ما يعطيني إياه آخذه دون نقاش ودون إعمال فكر أو عقل، هذا إنسان أورد نفسه التهلكة. من قال لا آخذ إلا عن هذا الشيخ، هذا طالب هوى وليس طالب علم. العلم يؤخذ من أفواه الثقات. لذلك قال: من عرف الحق في الرجال تاه في متاهات الضلال، يعني هذا شيخي وبس ولا آخذ عن غيره. قال: اعرف الحق تعرف أهله. عندما يكون معك موازين تزن بها الرجال، وتزن بها ما تقول، وتزن بها ما تفعل، وتزن بها حتى الخاطر، كما قال: وزن بحكم الشرع كل خاطر، فإن يكن مأموره فبادري. الذي ليس عنده موازين يمكن لأي إنسان ضال مضل أن يوقعه. وربنا يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أكثر الناس حسرة يوم القيامة ليس الذي لم يصلي، وليس الذي لم يصوم، وليس الذي لم يزكي، وليس الذي لم يحج، وليس الذي لم يجاهد، بل يكون مصليا ومجاهدا ومزكيا وحاجا، وليس له عند الله إلا النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كيف السبيل للخلاص؟ لمعرفة ما أوجب الله عليك، أن تتعلم ما أوجب الله عليك، وأن تؤديه كما أوجبه عليك. وأن هذا صراطي مستقيما، طريق محمد صلى الله عليه وسلم بين واضح، وهو الذي قال: طلب العلم فريضة. ولا يشترط يا محمد نور أن تكون أعلم العلماء كي تسلك في مسالك الأولياء، بل يكفي أن تتعلم ضروريات الدين، من ضروريات الاعتقاد لضروريات العبادات وضروريات المعاملات وما تزكى به النفس من أخلاق. ورحمة بعوام المسلمين مثلنا، جمع علماء المسلمين أقل ما يجب على كل مكلف معرفته في مختصرات، لأن المؤلفات ثلاثة: مطولات ومتوسطات ومختصرات. الإمام النووي ألف مطولا سماه المجموع،
أكثر من 10 مجلدات. إذا أردنا قراءته لو شرحنا كل يوم صفحة أو صفحتين أو 3 قد نستهلك العمر بأكمله ولا ننجز قراءة هذا الكتاب مع شيخ. هذا لأهل الاختصاص. الإمام السرخسي رضي الله عنه سجنه أحد الولاة ظلما في قاع بئر، فاعتبر السجن خلوة وتفرغ للعبادة وذكر الله تعالى وشكره على آلائه، ما تذمر، ما تسخط على الله، ما تنكب عن طريق الحق التي كان عليها. ولذلك تحلق طلابه على فوهة البئر فأملى عليهم من قاع البئر حتى فوهت البئر 30 مجلدا، وسماه المبسوط، وهو أحد مراجع السادة الحنفية. السادة الحنفية لهم الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والمبسوط والزيادات. من مراجع الحنفية المبسوط 30 مجلدا، يمضي العمر ولا نستطيع بهمتنا الضعيفة أن ننجز قراءته مع شيخ. لذلك رحمة بنا علماء المسلمين قاموا بجمع أقل ما يجب على كل مسلم معرفته ليسلك في طريق السالمين. ومن هذه الكتب كتاب متن سلم التوفيق للقاضي عبد الله بن طاهر بن حسين باعلوي إمام أهل السنة في القديم، وهو من آل الحداد من السادة الأشاعرة الشافعية. وأهل السنة إما أشاعرة وإما ماتريدية، وهم فرقة واحدة في الاعتقاد، وفي الفروع هم فرق شافعية وحنفية ومالكية وحنبلية وغيرها. الإمام الأوزاعي كان له مذهبا عليه رضوان الله مشى عليه أهل بر الشام 400 سنة، ومشى عليه أهل الأندلس 200 سنة، لكنه لم يدون فاندثر. مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل ومذهب مالك دون في أزمانهم، وبقي هذا المذهب متوارثا. من الكتب المعتبرة عند الشافعية متن صغير أصله 6 أوراق 12 صحيفة، طبع آخر مرة في الأزهر من 113 سنة، ومؤلفه ألفه قبل 241 سنة، ومؤلفه مات قبل 181 سنة. يعني لم يكن له علاقة لا بحزب ولا بحركة ولا بتنظيم، ولم يكن يقبض لا بالأخضر ولا بالأصفر، يعني ليس بالعملة النقدية، ولم يكن يتقاضى بالذهب وما شابه ذلك، ولم يكن من حكام من مفاتي السلاطين، بل كان من طلاب الآخرة. متن سلم التوفيق، لاحظوا الاسم سلم التوفيق، يعني إن أردت الوصول إلى رضا الله تعالى فعليك بالتعلم والعمل درج درج. إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، يعني هذا الدين هين، ولكن إياك أن تحمل نفسك فوق طاقتها. لذا كان وعظ النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 10 دقائق أو 1/4 ساعة. قال الأصحاب أو يتقول الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة 1/4 ساعة 10 دقائق 5 دقائق. قال خشية السأم. هذا الكتاب مؤلفه من أهل اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أهل الشام وأهل اليمن، وهو الذي قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال اللهم بارك لنا في شامنا
ويمننا، يعني يا حلبي أنت من بلاد الشام، وأهل فلسطين من بلاد الشام، وأهل بيروت من بلاد الشام، لأن بلاد الشام حدها النبي صلى الله عليه وسلم من بالس يا ابن العمر اللي هي دير الزور حتى العريش، هيدي حدود بلاد الشام. قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. اليمن مش بس اليمن المعروف الشمالي والجنوبي، اليوم تشمل عمان والشارقة ودبي وقطر وأبو ظبي. وصلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قمع أهل البدعة وحارب أهل الإلحاد وكسر الله به الصليبيين وحرر القدس، كان شافعيا أشعريا عليه رضوان الله. كان سلطان مصر والشام. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. صلاح الدين الأيوبي كان سلطان مصر والشام واليمن والحجاز. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قال له رجل: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قال رجل: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قال رجل: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن نجدكم يطلع قرن الشيطان المجسمة. الذين تعاملوا مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية العلية التي صانت بلاد المسلمين أكثر من 450 سنة، وقاتلت على جبهة طولها يزيد عن 20,000 كيلومتر طول، كانوا يقاتلون من الجزائر حتى القوقاز وحتى قلب أوروبا وحتى بلاد الفارس عليهم رضوان الله. صاحب هذا المتن من تريم، وأهل تريم وأهل حضرموت هم الذين علموا أهل جنوب شرق آسيا. وين جنوب شرق آسيا يا فاتح؟ يعني من جنوب تايلاند، ماليزيا، بروناي، أندونيسيا، الفلبين وسنغافور. وكان اسمها مجتمعة مملكة الملايو. الفلبين كانت كلها أهل سنة إلى أن غزاها الإسبان وقتلوا مليون سني حتى تنصرت. وأصل عاصمتها مانيلا اسمها أمان الله. جاء الإنجليز والإسبان والبرتغال والإسبان والفرنسيين وغيرهم غزوا تلك البلاد وجزأوها وقطعوها. وحتى يقضوا على ممالك المسلمين استقدموا الهندوس واستقدموا المجوس من الهند ومن الصين ووطنوهم بسنغافور وفتحوا لهم كل الأبواب حتى صاروا أثرى أثرياء أندونيسيا. ثم طالبوا بفصل سنغافور عن ماليزيا، لأنه دائما هم هذا العدو الصليبي أن يقطع أواصر المسلمين. أهل اليمن هم الذين علموا جنوب شرق آسيا، وهي أكبر كتلة سنية على وجه الأرض اليوم، وهم الذين علموا شرق أفريقيا يعني القرن الأفريقي، الصومال، كينيا، تنزانيا، جزر القمر، وحتى أوصلوا الإسلام إلى جنوب أفريقيا. هؤلاء أهل اليمن فيهم علماء كبار أفنوا حياتهم في نصرة الدين ونشر الدعوة. الشيخ عبد الله بن طاهر بن حسين باعلوي ألف كتاب سماه متن سلم التوفيق، لا يتجاوز 6 ورقات، شرحه شيخ مصر قاطبة في القرن الماضي الشيخ محمد أمين الكردي النقشبندي. الشيخ محمد أمين الكردي النقشبندي شيخ مصر قاطبة
شرحه بأكثر من 450 صفحة وسماه تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. هون اسمه سلم التوفيق، يعني كيف تترقى بفعل الطاعات لتنال رضا الله تعالى. وهذا الكتاب الذي هو وريقات يمكن أن نقرأه بعشر ساعات قراءة وشرح، ويمكن أن نقرأه بعشرة أيام كل يوم عشر ساعات، ويمكن أن نقرأه بعشرة أشهر كل يوم عشر ساعات، ويمكن أن نقرأه بعشر سنين كل يوم عشر ساعات. فإن قلنا لفاتح أفندي أو لمحمد علي أو قلنا لمحمد نور اترك شغلك وتعود تعلم عنا كل يوم عشر ساعات على عشر سنين، سيقول لك ومن ينفق على امرأتي ومن يدفع أجار بيتي، أنا لست من أهل الاختصاص، أنا أريد أن أصون اعتقادي وأصحح عبادتي وأضبط جوارحي على طاعة الله. فيكفيه هذا الكتاب الذي حوى أربع علوم: ضروريات العقائد، ضروريات العبادات، ضروريات المعاملات، وما تزكى به النفس من أخلاق. وسمي ضروري لأنه حرام على المسلم أن يكون جاهلا به، لا يسعه الاستغناء عنه إن أراد الوصول إلى رضا الله تعالى. هذا الهواء نقولها ونعيد كل مرة من أولها ضروري عادة لحياتنا. هذا العلم مع العمل به ضروري لنجاتنا. اختصره علماء المسلمين بعشر كلمات قلناها ونعيدها بسرعة: معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان برسول الله، ما يهدم هذا المعنى يعني الرد، حكم المرتد وتوبته، هذه أربع كلمات باب العقيدة، ثلاث كلمات أبواب العبادات، باب الطهارة يعني أقسام المياه، الوضوء، التيمم، الغسل، الحيض، النفاس، الجنابة، لأنه لا يسع المسلم أن يكون جاهلا بها، إذ أنه من أراد الصلاة عليه أن يعرفها، من أراد الصيام عليه أن يعرفها، من أراد الحج عليه أن يعرفها، من أراد الزواج عليه أن يعرفها. الكلمة السادسة باب الصلاة، والنبي يقول هنا الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الكلمة السادسة التي هي أحكام الصلاة، أركانها، شروطها، مبطلاتها. أكثر الناس اليوم يقول أنا تعلمت الصلاة من أمي، شفت أمي صلت هيك، لم يتلقى العلم، لم يحضر في مجالس العلماء، لم يسمع من أهل الفقه، وإنما أخذ بتقليد. قد تكون أمه أخذت عن أهل العلم وقد تكون جاهلة. ولا يكفي أن أقول قلبي طيب ونيتي طاهرة، وإنما الأعمال بالنيات. تعال هون، إنما أداة حصر، يعني الأعمال لا تكون مقبولة عند الله إلا أن يكون هناك ثلاثة أشياء سالمة صحيحة: سلامة الاعتقاد، سلامة العمل، سلامة النية. صحة الاعتقاد، صحة العمل، وصحة النية. فإذا كان العمل صحيح والنية فاسدة لا يقبل العمل، إذا كان العمل صحيح والنية صحيحة والاعتقاد فاسد لا يقبل العمل، لأن الله قال: وأما من أراد الآخرة، أي طلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي مشى بالطريق الذي أمر به ربنا وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا بالسند المتصل، وهو مؤمن يعني مع سلامة الاعتقاد، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إنما الأعمال بالنيات تتمة الحديث فسرته، يعني إنما يكون العمل الصحيح مقبولا عند الله مع النية الصحيحة، وهذا ما دل عليه قول النبي: فمن كانت هجرته إلى الله، والهجرة كانت قبل فتح مكة فرض، قال: فمن كانت هجرته
إلى الله، يعني قام بهذا الفرض طالبا رضا الله، فهجرته إلى الله أي وقع أجره على الله وثوابه حاصل له من رب العزة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها مركز جاه منصب أو امرأة ينكحها، هاجر لأجل أن يتزوج من امرأة هي مسلمة وهو مسلم لكنه في مكة، هاجرت تلك المرأة فخرج من مكة إلى المدينة وتحمل مشاق السفر وعناء الرحلة، ولم يكن مراده القيام بهذا الفرض بل كان مراده الوصول لهذه الامرأة، لذلك هاجر صحابي لأجل زواج من امرأة اسمها أم طلحة، فكانوا يقولون عنه مهاجر أم طلحة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه، أي أراد أن ينال الثواب من الله يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للأركان والشروط مع تجنب المبطلات لما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من أراد الآخرة وسعى لها يسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اختلطت الآية عندي بآية ثانية، جزاك الله عني خيرا. لذلك وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، بده يكون اعتقاده صحيح ونيته صحيحة. ولذا لما دخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم جاء وسلم على النبي قال له عليك السلام صلي فإنك لم تصلي، ظن النبي أن هذا الرجل متعلم ولكنه يحتمل أن يكون قد سهى، أمره بإعادة الصلاة، قام وأعاد الصلاة. لم يكن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لم يتعلم الأحكام ولا فقه عنده، والنبي لا يأمر إنسان أن يؤدي طاعة بغير علم، لأن طلب العلم فريضة، وأن تتعلم كيف تصلي فريضة، وأن تصلي كما تعلم فريضة ثانية، فترك فريضة يؤدي إلى اختلال الفريضة. لذلك قال له صلي فإنك لم تصلي، قام وصلى ثم جاء وسلم على النبي فقال له برفق وعليك السلام صلي فإنك لم تصلي، فقام الرجل وصلى الثالثة ثم جاء وسلم على النبي قال له صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. علم النبي أنه جاهل فعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. هذا الكتاب سلم التوفيق أول صفحة فيه بدأت يا أحبابنا ببسم الله الرحمن الرحيم. إن أردنا أن نشرح هذا الكتاب بعشر ساعات يقول لك هذه البسملة جرت عادة العلماء أنهم يفتتحون أعمالهم الصحيحة الصالحة بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، بثوان انتهينا من شرحها. أما الشرح المطول الذي يمكن أن تأخذه بقراءة خلال سنة وكل يوم عشر ساعات بيقول لك الباء للابتداء، كأنه قال أبتدئ عملي هذا مستعينا بذات الخالق الذي عرفنا أن اسمه الله، وعرفنا أن اسمه الله بواسطة الأنبياء الذين عرفوه بواسطة الوحي النازل على قلوبهم، وعرفنا أنهم أنبياء من خلال المعجزات التي جرت على أيديهم، خلقت لهم قوانين الطبيعة كأحياء الموتى وكنبع الماء من بين الأصابع وكانشقاق القمر
وكرد العين بعد قلعها وما شابه ذلك. فالله تعالى سمى نفسه في الأزل الله، ما نحن سمينا بها الاسم ولا الأنبياء سموا بها الاسم، إنما ربنا سمى نفسه في الأزل، معنى الأزل أي لا بداية، سمى نفسه بهذا الاسم الله. قل هو الله أحد، وعندما تصلي تقول الله أكبر، لذلك يحرم تحريف اسم الله تعالى. اللي بيقول لولده الله يرضى عليك يا ابني، أو تسمع بعض المتمشيخين بيقول ابني الله، بيقول يعلم أنه ليس من أهل التقوى، لأن الله سمى نفسه بهذا الاسم وهو توقيفي لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كأنه قال أبتدئ عملي هذا مستعينا بذات الخالق العظيم الذي عرفنا أن اسمه الله، وعرفنا أن اسمه الله بواسطة الأنبياء، وهم عرفوه بواسطة الوحي النازل على قلوبهم، وعرفنا أنهم أنبياء من خلال المعجزات التي جرت على أيديهم. واضحة يا فاتح؟ واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة مستحبة في أول كل أمر مباح شرعا، كالأكل، الشرب، النوم، وحتى الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام الجماع بين الرجل والمرأة المتزوجين، يعني إذا رجل بده يدخل على امرأته يسن له قبل الدخول أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والبسملة يا أحبابنا هنعيد مستحبة في أول كل أمر حلال مباح شرعا، وهي مجلبة للبركة مطردة للشيطان. نبينا عليه الصلاة والسلام يا ابن العمر كان إذا وضع الطعام أمامه لا تمتد أياد الصحابة للطعام قبله. وضع مرة الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت جارية صغيرة يعني أصغر من هود، عمرها 5 سنين 6 سنين 4 سنين الله أعلم، كأنما تدفع دفعا، كأنما شخص يضع يديه في ظهرها ويدفعها، أرادت أن تضع يدها على الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها ورفعها. ثم جاء أعرابي يعني رجل من أهل البادية كأنما يدفع دفعا وأراد أن يضع يده على الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ورفعها، ليس بخلا للنبي وليس كما يقول العوام ضيئة عين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم نره. قال إن الشيطان ليستحل الطعام أن لم يذكرا اسم الله عليه، ووالله إن يدي في يده مع أيديهما. الجارية الصغيرة لم تتعلم آداب الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك يا هود وكل مما يليك، بيأكل من قدامه ما من الجهة الثانية من الصحن، ولا يأكل من نصف القصعة، لأنه من الأدب النبوي أن تأكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه الصغيرة لم تتعلم آداب الطعام، والأعرابي لم يجالس العلماء ولم يتعلم الآداب، فدفعه الشيطان ليأكل من غير تسمية ليأكل معهما. وورد أنه اجتمع قرين المؤمن وقرين الكافر، كل واحد منا معه قرين، وهذا القرين عادة عمره يكون أطول من أعمارنا، لذلك إذا مات إنسان يتحول هذا القرين لغيره. ومن هنا قد يلقي في أسماع البعض أحداثا جرت مع الذي كان قبله،
فبيقولوا التقمص، وأنا كنت هيك وأنا عملت هيك، وإنما هذا القرين ألقى في سمعه أخبارا جرت مع إنسان قبله لأنه كان يماشيه. قرين المؤمن كافر، وقرين الكافر كافر، وكل منا معه قرين يأمره بالشر ويثبطه عن الخير. قالت عائشة: حتى أنت يا رسول الله إنه أنت معك قرين؟ قال: أما أنا فأعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قرين النبي مسلم قريني وقرينك كافر. اجتمع قرين المؤمن وقرين الكافر. قرين المؤمن هزيل ضعيف شاحب اللون أشعث الشعر نتن الرائحة، وقرين الكافر سمنان ريان. قال له: ماذا فعل الله بك يا صاحبي؟ قال له: ابتليت بصاحب إذا أكل سم الله فتركني جائعا، وإذا شرب سم الله فتركني عطشانا، وإذا دخل إلى بيته سم الله فتركني خارجا، وإذا نام سم الله فتركني مستيقظا. هدد له أعصابه، دوبه، سد مسالكه بذكر الله. وورد إن الشيطان ليضع خطمه مثل الخرطوم على قلب المؤمن، فإذا ذكر الله خنس، اسمه الخناس. الله يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ويجعلنا من أهل الأذكار، ونكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذي لا يذكر ربه ولا يشتغل بالذكر والطاعة تجتاله الشياطين. قال له: أنا بليت بصاحب كلما فعل شيء سمى الله فحرمني. قال له الثاني: أما أنا فبليت بصاحب لا يذكر شيئا من هذا، فأنا أشاركه في كل شيء. لذلك الكفرة تجتالهم الشياطين، ويقوم من وخم ويقع بأوخم، لأنه دائما يوسوس له شيطانه. لذا نقول: البسملة مستحبة في كل أمر مباح شرعا. طيب إذا واحد سمى على شرب الخمر، قال الشيخ عبد الباسط الفاخوري في كتابه الكفاية لذوي العناية: ويكفر من سمى الله على محرم. يعني مثل اللي عم يشرب خمر هذا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. شيخك قال: إن كان جاهلا ويعلم أن هذا حرام ومؤذي فسمى الله بنية أن يا رب خفف ضرر هذا الخمر عني ببركة التسمية، هذا وقع في ذنب كبير. أما الشيخ عبد الباسط الفاخوري رضي الله عنه ورحمه في كتابه الكفاية لذوي العناية قال: ويكفر من سمى الله على الحرام. هنا نذكر مسألة، أن بعض الجهلة يوضع أمامه طعام، أو بعض الجهلة يضعون لأناس طعام، فيقول أحد المتعلمين: من أين هذا اللحم؟ يقول له: حلال كل. يا حبيبي من أين هذا اللحم؟ بيقول له: سم الله وكل. هل لهذا أصل في الدين؟ هناك أصل، لكن ليس لهذه المسألة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، إن أناسا حديثي عهد بإسلام يأتوننا بلحمان لا ندري أسمه الله عليها أم لا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: سموا الله وكلوا. أما إذا كان إنسان مرتد، أو أن الذابح ذبح على غير الطريقة الشرعية، كأن رضخ رأسها، أو كأن قطع هيك خلع عنقها بيده، أو أنه أطلق عليها النار في جمجمتها فماتت ثم بعد ذلك سلخها، هذه نجسة لا يصح أكلها. اللي بقول أسمي وكل، بقول له: لا يصير الحرام حلال بالتسمية، ولا يصير النجس طاهر بالتسمية. وإنما عائشة كانت تعلم أن هؤلاء مسلمين،
وأن ذبحهم صحيح، ولكن ما تيقنت أنهم تعلموا الآداب، فهل حصل عندهم علم أنه يستحب التسمية عند الذبح؟ قالت: ما ندري أسموا الله عليها أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله وكلوا. أما ما أي لحم إذا أجتني صنع الأرجنتين أو صنع أستراليا أو تجهيز أستراليا، لا أعرف الذابح ولا طريقة الذبح، أو جاء من الصين مثل علب البلوبيف يقول له إيه قول بسم الله وكل، أو بقول له مكتوب عليها حلال، قول له تعي يا حبيبي، مرة أدخل إلى الكويت كمية طن مكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. للسمك يذبح؟ السمك لا يذبح. إذا التسمية هي مستحبة في كل أمر مباح شرعا، حتى قبل دخول الرجل على امرأته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان شيئا. قبل أن يتجردا من الثياب وقبل أن يدخل على امرأته يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: فإذا قضي بينهما بولد، إذا حصل من هذا اللقاء حمل وحصل أن وضعت حملها حيا مستهلا، هذا المولود لا يبكي عند خروجه، لأنه ثبت أن الشيطان يكون حاضرا عند الولادة ويضرب المولود ويقول: هذا عدوي وابن عدوي، فيبكي. لذلك من أراد السلامة لنفسه ولأهله فعليه بعلم الدين وعليه بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم معناها أبتدئ عملي هذا مستعينا بذات الخالق، ما عم بستعين بالألف واللام واللام والألف والتال مربوطة، لا، إنما أن أستعين بذات الخالق المعبر عنه بهذا الاسم، وهو لفظ الجلالة الله. بسم الله الرحمن الرحيم لها تفسيران: الرحمن أي الذي وسعت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم اسم للخالق العظيم يدل على صفة كمال لله تعالى، وأنه خصص الرحمة يوم القيامة للمؤمنين فقط. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا، فسأكتبها أي أجعلها خاصة يوم القيامة للذين يتقون. من مات على الإيمان وأدى حقوق الله واجتنب ما حرم الله تصيبه رحمة الله، أما من مات على الكفر لا تصيبه رحمة الله، وليس له عند الله إلا النار. قد يقول البعض: هذا أطعم فقراء، أعطى مساكين، دافع عن مظلومين. نقول له: يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعطي الكافر بحسناته، يعطيه صحة أو يطعمه بحسناته، يعطيه صحة، يعطيه أموال، يعطيه أولاد، حتى إذا أفضى إلى القيامة لم يجد عند الله إلا النار. وربنا يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فمن قال: لا يا رب اغفر لهم، كذب الله وجبريل والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وأمتي لا إله إلا الله. فمنقول الرحمن اسم يدل على صفة كمال لله تعالى، وأنه يرحم المؤمن والكافر في الدنيا. كيف بيرحم المؤمن والكافر؟ المطر اللي عم ينزل من السماء يستفيد منه المؤمن والكافر، الهواء اللي منتنشقه يستفيد منه المؤمن والكافر، خيرات الأرض التي تنبع من الأرض ونباتها
وما في هذه الدنيا كما قال ربنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. تجد أحيانا أن الكافر يأتيه الرزق أكثر من المؤمن. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا جرعة ماء. يعطي الله المال لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. وهناك تفسير آخر، لما بنقول الرحمن أي الذي أنعم علينا بأكبر النعم وأجلها، ونقول الرحيم اسم للذات المقدس الواجب الوجود، دل على أن الله أنعم علينا بأدق النعم. أدق النعم يعني الذي لا يفطن الإنسان إليها. نزول المطر من السماء نعمة عظيمة، 2H1O، 2 هيدروجين، 1 أكسجين، 2 متفجر، 1 مساعد على الاشتعال. جمعهما الله بقدرته وجعلهم قوام الإنسان والحيوان والنبات في الأرض، يستفيد منها المؤمن ويستفيد منها الكافر. هذه النعمة العظيمة لا نستطيع أن نعيش بدونها. قال ربنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. لو نزل هذا الماء مالحا لمتنا جميعا. من رحمة الله أنه أنزله عذبا زلالا سائغا، حياتنا لا تستقيم إلا به. وربنا جعل من النعم الدقيقة علينا التي لا يفطن لها كثير من النساء من الناس، أن هذا الماء إذا شربته الفضلات منه لو بقيت في جسمك لقتلتك. يعني إذا عندك حصر بول وما قدروا ميلوك وما طلع منك، ب 12 ساعة بصير معك تسمم، 24 ساعة بتصير بحالة الخطر. إذا لم يبول بموت من وراء عدم التبول. لذلك هارون الرشيد رحمه الله سأل لما تحدى الغمامة وقال لها أمطري حيث شئت، أنت وين ما شتيت فسوف يأتيني خراجك. كانت دولته من حدود الصين إلى حدود الأندلس. الله وين ما شتيت حينزل المطر، حيطلع نبات، حيعطوني 10% لخزينة بيت مال المسلمين. دولة لا تغيب عنها الشمس، أعظم دولة في تاريخ الإنسانية، وأكبر من أمريكا وروسيا مجتمعة اليوم، دولة الدولة الإسلامية في زمن هارون الرشيد. نظر إلى هذا الملك وقال لوزيره عظني. قال له يا أمير المؤمنين أفرأيت إن كنت في فلات وحبس عنك الماء حتى شارفت على الهلاك، وبذل لك كوب ماء بمقابل نصف ملكك من الصين حتى بغداد مرورا بالهند والسند اللي هي أفغانستان وبنغلاديش والباكستان والتبت وغيرها، حتى تصل إلى شمال الأناضول. قال له هذا الجزء من العالم ملك أبوك، عطاك خاص إليك، هل تفتدي نفسك وتتنازل عن هذا الملك كي لا تموت عطشا بشراء كوب من الماء؟ قال نعم. قال له أرأيت إن شربت هذا الماء ها وحبس في جوفك، بطلت تبول وبلشت تتورم، وبذل لك الدواء بمقابل نصف ملكك الآخر من العراق حتى تصل إلى حدود الأندلس، قالوا لك نحن بنعطيك دواء حتى ما تموت متسمم مقابل هالنصف الملك، أكنت تفتدي نفسك؟ قال له نعم. قال له فما أعظم نعمة الله عليك شربة ماء وبولها بملك الدنيا. فربنا الرحمن الذي وسعت رحمته المؤمن والكافر، وربنا الرحيم هذا الاسم دل على تخصيص الرحمة
للمؤمنين فقط يوم القيامة. لذا لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، نزل جبريل الأمين بقوله تعالى: ما كان للنبي، أي لا يجوز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى يوم القيامة، أن يستغفروا، يعني يطلبوا الرحمة للمشركين، أي بعد موتهم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار. فمن ترحم على كافر بعد موته كذب الله والرسول وجبريل والقرآن. يقول لك يا خي ليه عم تقول هيك؟ نترحم عليه، بقول له إن كان هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله، كيف تطلب من الله أن يا رب هذا الذي كذب بك وبرسولك ارحمه؟ هو كذب بالله، فكيف تقول يا رب ارحمه؟ لذلك السعيد من وفقه الله والشقي من خذله الله. يقول هذا المؤلف: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله للجميل الاختياري، يعني مدح الله باللسان لأنه أنعم علينا متفضلا مختارا ولا يرجو منا عوض. بعمل معك منيح وأملي أنك تعمل معي منيح، شوفك بعين بتشوفني بعينتين. أما الله أعطانا نعم كما قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ولا يرجو منا عوض ولا يحتاج منا لشيء، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فإذا قلت الحمد لله يعني الثناء على الله للجميل الاختياري. لما بنقول الشكر لله، شو يعني الشكر؟ قال: استخدام نعم الله في طاعة الله. يعني عطاك بصر لا تستخدمه في اختلاس النظر إلى المحرمات، أعطاك بصر لا تستخدمه في معصية الله بالتجسس على المسلمين، أعطاك بصر لا تستخدمه في أن تنظر إلى عورات المسلمين لتفضحهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف داره. أنعم عليك باللسان، وبهذا اللسان تعبر عن دخولك بالإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه نعمة عظيمة إن استخدمت لسانك بذكر الله وتوحيد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، السبح يعني البعد، كأنك قلت: أنزه الله عن الشبيه والمثيل والحد والحجم والاحتياز والحركة والانتقال والتحيز في الجهة. هذه كلمة سبحان الله جملت معاني التنزيه لله تعالى. فمن قال سبحان الله بلسانه استخدم نعمة الله في طاعة الله. أما من سب الله وسب الملائكة وسب الأنبياء أو فعل كما يفعل إبليس، صار خيو لإبليس لما بيقول ليش الله عمل فيي هيك. إبليس أول كفرية إله ما قال الله له زوجة، ما قال ما في آخرة، ما قال الله له ابن، إنما قال لله: أنا خير منه. قال لله: أنت لست حكيم، أنت أعطيت الأدنى مرتبة أعلى من الأعلى، وهذا خلاف الحكمة. مثل اللي بيقول بيدي الحلق للي ما لهش ودان، أو بيعطي الأصلع مشط، أو بيعطي الجوز للي ما إله سنان. إذا واحد ما إله سنان وعطيته جوزه وطلع قرشها أو بندقة، هذا بدل على الحكمة ولا خلاف الحكمة؟ هذا خلاف الحكمة. فاللي بيقول الله بيعطي الحلق للي ما إله ودان يعني الله غير حكيم في تصرفه، صار أخا إبليس في هذا. كذلك
إذا طلع خلقه من صاحبه قال له أنا بكرهك مثل عزرائيل، قال له خلقتك بتقطع الرزق مثل عزرائيل، نذكر بقول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله سماهم كفار. لذلك بقول لك عم بمزح مقاصد مني ناوي اقول له تعالى هون ربنا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نحن عم نمزح عم ننكد مقاصدين أو عم نجامل هالإنسان اللي هو كافر مجاملة بدون نية الخروج من الإسلام. لا ينظر للنية، الدخول للإسلام باللسان بالنطق بالشهادتين والخروج من الإسلام بكلمة الكفر. لذلك ربنا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنعم الله عليك بالصحة، أدي الفرائض، صل الخمس، صم رمضان، لأن تارك صلاة واحدة يستحق دخول جهنم وإلى وادي الويل الذي يصب فيه صديد أهل النار. من أراد السلامة يوم القيامة عليه أن يتعلم ما أوجب الله تعالى عليه، وعليه أن يؤدي طاعة الله كما فرضها، وأن يسلك في مسالك الحبيب محمد كما صلى الله عليه وسلم، كما قال الجنيد البغدادي: الطريق إلى الله مسدود إلا على المقتفين آثار رسول الله. الله أعطاك صحة، استخدمها في طاعته. كيفك يا فلان؟ الحمد لله حديد، ويضرب هذا ويؤذي ذاك، ويغصب مال هذا بقوة أعطاه الله إياها، فتكون نعمة الله عليه وبالا عليه يوم القيامة. من أراد شكر الله فعليه استخدام نعم الله في طاعة الله كي ينال رضا الله، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله لي ولكم، لنا ولكم حسن الختام، وأن يرزقنا الفهم الصحيح والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. نهلل.